الوقت الفضيل اقدم شارع احتام في محافظة قنا اهو. صانع اختام المهنة المحرمة على الغريب، لان الاهالي ما ينفعوش يثقوا في اي حد عشان يعمل معاهم اختام. بص معانا اهو في الشارع العم عبد الفضيل 80 سنة، 9 اولاد، معاه 18 حفيد، مهنة صانع الاختام. خلاص عايزين نشوف ازاي بتدخلونا جوه البتاع، ورينا ازاي تدخلوا. بتدخلوا جوه اللي اسمها ملزمة، يعني دي يا جماعة اسمها ملزمة، دي في النص دي، ودي خبور. عرفنا عليها. الخاتم بيجيبه من فين؟ طب دخلونا من الاول، عايزين نشوف ازاي يدخل جوه، تدخل جوه الملزمه. الخاتم بيجي كده. كده استبت وقفله. طب الحاجات دي بتصنعها فين؟ انت بتروح تصنعها بنفسك؟ ما حدش بيعرف يصنعها لك. طب ايه الفرق بين ده وده وده؟ كل حاجه مليئة مقاسات مختلفة. ايه؟ تعملي كبير تعملي صغير، الملزمة زي ما بدات عادي. طب بتسمع الختم بالاسم ولا برا رقم البطاقة؟ بالبطاقة. بالبطاقة. لازم البطاقة. اشمعنى؟ لازم عشان الشخص نفسه. الشخص نفسه اللي عايز الختم بنعمله. طب المهنة دي في إقبال عليها حاليا؟ لا ضعيف. زي زمان. ورينا الأختام، ورينا الأختام دي. زي زمان. ورينا أدراج الديسك، افتحنا الديسك. بص اهو. بصوا يا جماعة هشوف معاكم الأختام. بصوا دي الاختام اللي بتيجي دي من القاهره كده صح؟ بصوا يا جماعه الاختام بيجي له كده من القاهره، هو يشغلها على ال، عايزين نشوفوا مكونات الديسك كده، مكونات المكان. افتح لنا الدرج. ما فيش ادوات تانية حديثة خالص غير دي.